قد تبدو كاميرات المراقبة وكأنها انتهاك لخصوصية الإنسان، لكن الحقيقة هي أن كاميرات المراقبة ساعدت في حل العديد من الجرائم التي كانت ستظل لغزاً إلى أمد طويل. في هذه الحلقة سنعرض لك 5 مقاطع فيديو صورت آخر اللحظات لأشخاص تم الغدر بهم وتصفيتهم بأبشع طريقة. ولكن قبل أن نخوض في التفاصيل، ندعوكم مشاهدين الكرام إلى الضغط على زر الإعجاب وزر الاشتراك، وكذلك تفعيل خاصية الجرس لكي تصلكم أروع القضايا المثيرة. غريس مولين. ما حدث للفتاة غريس هو أفضل مثال تدرك منه الخطورة الشديدة لما يمكن أن يحدث لك عندما تعطي ثقتك بسهولة وبسرعة لشخص مجهول التقيت به للتو على الإنترنت. تعرفت غريس على شاب يدعى جيسي كيمبسون على أحد مواقع التعارف، ثم قامت الفتاة المسكينة بكل سذاجة بضرب موعد مع جيسي بمطعم الغرفة الحجرية الزرقاء، وبعد أن تناول وجبة العشاء هناك توجه معا نحو الفندق. نرى في المشهد التالي وهما يخرجان من المصعد ويدخلان إلى إحدى الغرف، لكن المفاجأة هي عندما يخرج كيمبسون من الغرفة ويدخل إلى المصعد مرة أخرى، فتصوره كاميرا المراقبة وقد أصبح بمفرده. أحسنت عزيزي المشاهد، تخمينك صائب. بالفعل جثة غريس داخل تلك الحقائب التي بحوزته. لقد تم العثور على جثتها بعد أسبوع من قتلها على جنبات الطريق الوطني المؤدي إلى مدينة أوكلاند، وتم الحكم على جيسي كيمبسون بالسجن مدى الحياة. لورين كوكس. وقعت هذه الجريمة في مدينة إكستر في بريطانيا. كانت الفتاة لورين كوكس ذات النقطة الوردية عائدة إلى منزلها ليلاً في شارع يكاد يكون فارغاً من المارة، وكان الرجل ذو النقطة الزرقاء يدعى لازام مانجوري يتبعها خلسة في جوف الليل. أخذ الرجل وقته في مطاردتها حتى انقض عليها وأمسك بها أخيراً. وقام بإجبارها على الذهاب معه ليقودها إلى نهايتها المأساوية. وفي اللقطات التالية التي نراها صباحاً في أحد الأزقة، حيث قام الرجل بالفعل بارتكاب الجريمة وإزهاق روح الفتاة لورين، الحقيقة الأكثر إثارة للقلق حول هذه الجريمة هي أن مانجوري قام بتقطيع جسدها إلى 7 قطع، وجثتها بداخل تلك الحقيبة الرياضية الزرقاء التي يحملها على ظهره. كولين ريتزر. كانت السيدة كولين ريتزر مدرسة رياضيات تبلغ من العمر 24 عاماً، وفي 22 أكتوبر قررت إعطاء دروس الدعم لبعض الطلاب الذين يعانون من ضعف في مادة الرياضيات. وخلال أحد الحصص بينما خرجت من الفصل للذهاب إلى الحمام، قام أحد طلابها يدعى فيليب تيشيشولم بتتبعها خلسة إلى الحمام. يبدو أنه أدرك وجود كاميرات المراقبة في أرجاء المدرسة، فوضع غطاء رأسه، وبمجرد وصوله إلى الحمام قام بارتداء قفازات وشرع في قتل معلمته كولين.
نشاهده يركض في جميع أنحاء المبنى، وهو يضع جسد معلمته كولين داخل صندوق. وبعد انتهائه من ارتكاب الجريمة الفظيعة، قام بتغيير ملابسه كانيكا جانكيز. وقعت هذه الجريمة في فندق بلازا شيكاغو أوهاري بمدينة إلينوي. تظهر في هذا المقطع امرأة تدعى كانيكا جانكيز تتجول في الفندق وتتعثر، وهي في حالة سكر شديد بعد أن قضت تلك الليلة في حفلة ساخبة. لكن الأمور ستزداد سوءاً عندما وصلت كانيكا إلى المطبخ، لأنها لم تجد طريقها للخروج. تم العثور على كانيكا ميتة داخل ثلاجة ذلك المطبخ بعد 24 ساعة من الإبلاغ عن اختفائها، لكن لا أحد يعلم كيف وقعت الجريمة. إلي سلام، نحن على يقين من أنك سمعت بالقصة العجيبة لإلي السلام، حادثة غريبة اقشعرت لها أبداننا عند سماعنا بها لأول مرة، والتي وقعت في فندق سيسل، حيث وقعت الكثير من جرائم القتل والانتحار على مدار السنين. صورت كاميرا المراقبة المثبتة داخل المصعد. إليسا تضغط على الأزرار وتختبئ في زاوية المصعد الذي لا يغلق بابه. ثم قررت إليسا أن تأخذ نظرة خاطفة خارج المصعد، كما لو أنها كانت تختبئ من شخص كان يريد قتلها. وبعد إلقائها لتلك النظرة وعدم ظهور أي شخص قادم نحوها، اختبأت مرة أخرى بسرعة داخل المصعد. وبعد فترة من الزمن، خرجت إليسا من المصعد مرتين قبل أن تبدأ في تحريك يديها بطريقة مخيفة. يا ترى، هل ترى شخصاً لا يمكننا رؤيته، أم ماذا ترى؟ وبمجرد رحيلها أغلق باب المصعد. لقد تم العثور على جثتها في خزان المياه بالفندق، بعدما اشتكى نزلاء الفندق من رائحة كريهة ونكهة غريبة في الماء.